هو صراحة شنو نقول لك، الدولة مستغلة الشعب والشعب مستغل الشعب. على سبيل المثال دلاح كنا كناخذوه ب10 ريال الكيلو، دابا حاليا ولا داير 50 ريال الكيلو، يعني راه كاين غير الاستغلال. مي تقول لك لا راه كاين الغلاء، لا راه حق الجفاف، ما الجفاف راه ما كاينش ديك الشيء صراحة الله. نفس السلعة اللي ديت والبارح ديتها ب10 ريال، اليوم صباح مولاها كيقول 50 ريال الكيلو، يعني راه حشومة، يعني راه ما كايناش مراقبة، يعني الدولة راه غافلة على هاد الناس هادو صراحة. راه ما كاين لا غلاء لهم يحزنون، الغلاء من نفوسنا. يعني كنشد الحاجة كنحتكرها وكنستغلها، يعني واحد مدخل الرموك ديال الدلاح كان كيبيع فيه البارح ب10 ريال، اليوم صباح كيبيع فيه ب50 ريال، يعني شنو؟ يعني الدولة هو مستغلة ويجي يستغلنا حتى حنايا، زعما راه من العيب ومن العار. كي كتشوف الناس حاليا على سبيل المثال كانوا كيتقداو الفاخر، كيتقداو التبان، كيدوزو يتقداو الديسير، حاليا راه مازال ما بعنا ما شرينا. الناس راه واحد غير مع الحاولي، يا ربي يا ربي يشريو الحاولي. وبغيت نسولكم واحد القضية، بغيت نشوف غير خروف ديال السبليون فينا هو، أو خروف ديال كندا فينا هما. يعني حاليا راه ما شفنا حتى شي حاولي ديال أوروبا، الدعم راه ما كاين لا دعم لا والو. الدعم راه ما كاينش الدعم، اللي كتمشي كتلقى حاولي صغيور اللي باقي مازال زاد ما دايش في الضحية، كيقول لك 46 50، راه لا يعقل، راه لا يعقل، راه استحمروا الشعب ما فيه الكفاية، صراحة استحمروا الشعب بما فيه الكفاية، وشكرا.